هلا بنلاحظ هون في عندي هذا separately excited DC motor. separately excited هاي الفيلد سيركت. فطبعاً الفيلد سيركت هاي الماجنتيزم اللي موجودة هون راح تيجي على المحرك، بس أنا اضطريت إني أرسمهم منفصلين لأنهم دائرتين منفصلة. عندي هاي الفيلد كارنت IF. هلا بتلاحظوا هذا الكونفرتر أو هذا الريكتيفاير مش fully controlled، هو half controlled ريكتيفاير. راح نشوف هلا شو أثره هذا، شو أثر الهاف كنترول ريكتيفاير. إذا نطلع على هاف كنترول ريكتيفاير، الأوتبوت عندي راح يكون شكله زي هيك. لما نوصل الزيرو راح يضل عند الزيرو. وهاي هي الفايرنج أنجل ألفا، وهاي الفايرنج أنجل ألفا. بتلاحظوا هذا في الفولي في الهاف كنترول أنا بتحكم بالإس سي آر، هذا بتحكم بالإس سي آر. هون عندي دايروس مش هلا في فولي كنترولد. بالفولي كنترولد ريكتيفاير راح يكون في عندي 4 اس سي ار، فالكرنت هون راح يكون ينزل بهذا الشكل. هلا هون لانه هاف كنترولد لازم احط فري ويلينج دايود. خلينا نشوف شو بصير الان هون، يعني هذا ضروري نفهمها لانه بعدين في حسابات اللي بتعتمد عليها. اذا بنطلع الان هون هي الكرنت، هون الكرنت اللي جاي اللي ماشي في اللود. هلا كيف الكرنت هذا كونستانت؟ لانه هذا فيري هيفلي اندكتيف، راح افترض انه هذا اللود هيفلي اندكتيف، الاندكتنس قويه لدرجه انه الكرنت هون صار تقريبا دي سي. هلا الكرنت راح يمشي في هذا الريكتيفاير خلال الفتره هاي لحد ما يوصل عند النقطه هاي اللي موجوده هون. اذا الكرنت راح يمشي في السورس، راح يجي من السورس خلال الفتره هاي، وبعدين الكرنت لازم يكون فيه له مسار يكمل فيه، المسار بيكمل فيه في الدايود. فاذا رسمنا هدول هلا هذا راح يكون اي لود او اي اي خلينا نسميه اللي هو الارمشر. فهذا هو عباره عن اي اي اللي بيمشي في المحرك. هلا هذا اي اي لمده هاي الفتره من وين بيجي؟ بيجي من السبلاي. بعدين بطفي عندي السبلاي من هون، فخلال الفتره هاي وين بده يمشي هذا الكرنت؟ بيمشي في الدايود. فهون هذه راح اسميها اي دايود، راح ارمزها بهذا الاتجاه، وهذا هون راح اعتبره اي كونفرتر اي سي. فراح يصير عندي هلا هون لو رسمنا هدول، خلينا نرسمهم ترى يكون بنفس القيمه، نفس القيمه هي تطلع. يعني انت شوف هذا بدك تدبر، هذا بدك تجيبه من مكان، هذا هو الكرنت اللي ماشي في المحرك ماشي. خلال الفتره هاي راح يجي من هون، خلال الفترة هاي هو هذا لأنه heavily inductive load. هلا هو في الواقع ما راح يكون heavily inductive، راح يكون lightly inductive، راح يصير يعمل growth هون وديكي في الدايود. بالضبط growth وديكي. ها فراح يصير الآن، خلينا نطلع هون راح يصير عندي الشكل التالي. خليني أرسم التانيين. وننزل هلا خطوط من هون. هلا شوف هذا هون، خلينا افترض انه هذا الكرنت اللي جاي من الكونفرتر اي سي. فالكرنت اللي جاي من الكونفرتر راح يكون خلال الفتره هاي، بعدين راح يرد يجي كرنت من الكونفرتر خلال الفتره هاي وهيك. هل الكرنت اللي جاي من الدايودز ومن السبلاي بيقدر يتغير فجاه من قيمه لزيرو؟ لا اكيد بيقدر. لا شوفوا نفهموا مين الكومبوننت اللي بيمنع الكرنت يتغير فجأة؟ الاندكتر. لكن الكرنت هون راح يعمل كوميتيشن، راح يتحول الكرنت. هلا لاحظوا الكرنت الازرق هو اللي ماشي في اللود في الـ في الـ في الارمشر تبعت الدي سي موتور. هلا هذا الكرنت بصير ينعمل له كوميتيشن، الفترة بيجي من هون، لما يطفي هذا من وين بيجي؟ بيمشي في هذا الدايود، بعدين برد بيمشي هون، بعدين برد بيمشي هون. فراح ارسم بالازرق الان تحته اي دايود، والاي دايود راح يكون هلا طلع على هاي الدائره. الاحمر والازرق، الاحمر هو الكرنت اللي جاي من الكونفرتر، والازرق الكرنت اللي ماشي في الفري ويلينج دايود. لو جمعت الازرق مع الاحمر شو بعطيني؟ بعطيني الازرق اللي هون اي اي. هذا ما فيش فيه مشكله. هلا احنا هون افترضنا بعض الافتراضات، افترضنا ما فيش ريبل في الكرنت اللي هون. يعني انا ممكن افترض للتبسيط، بفترض انه الكرنت هون هيفلي اندكتيف او اللود هون هيفلي اندكتيف، بحيث انه الكرنت بوصل مرحله بصير كونستنت ما بتغير، يعني بضل قيمته بصير كونستنت من هون، فبضل ماشي بهاي الطريقه بوصل للقيمه اللي موجوده. هذا الكرنت راح يجي جزء منه من هون
وراح يجي جزء منه يمشي في الدايود منه. هلا هذا الكرنت لو جيت اطلعت بدي اقارن هذا الكرنت اللي هو اي سي بدي اقارنه بالكرنت اللي جاي اي اس. هلا هذا ايش بيعمل الدائره هاي؟ هاي تعمل ريكتيفيكيشن. فالكرنت هون دي سي مش هيك؟ بس هو اصلا جاي من السبلاي لمده 180 درجه. من وين راح يجي؟ راح يجي من خلال هذا الاس سي ار في اللود ويرجع لهذا الدايود. خلينا نسميهم هدول 1 2 3 4. فخلال الفترة هاي هذا الأحمر هو الكونفرتر. من وين بده يجي؟ بده يجي من السورس مظبوط. خلال الفترة هاي اللي هي البوزيتيف من وين راح يجي؟ راح يجي خلال 1 يوفر اللود ويرجع 4. فخلال الفترة هاي هو 1 و4. طيب نطلع خلال الفترة هاي. خلال الفترة هاي هلا هو هون لسه بوزيتيف بس خلال الفترة هاي السورس صار نيجاتيف. ومين راح يجي؟ راح يجي من خلال 3 ويرجع فيه 2. فهون راح يكون 2 و3. وهون طبعا دايود وهون دايود اللي هو الدايود اللي تحت. اذا هذا السبلاي اي سي لو بدي اطلع اي اس الان اذا بتطلعوا اي اس خليني ارسم اي اس تحت هون. اي اس اللي جاي من السورس راح يكون خلال الفتره هاي واضح كيف هذا عماله بروح وبيجي باتجاهين وهذا بوزيتيف. ما هو الريكتيفاير. الريكتيفاير الكرنت اللي جاي في السورس. لاحظين الكرنت اللي في السورس ايش كيف شكله؟ سكوير ويف مظبوط. هذا الكرنت هون سكوير ويف. هذا الكرنت سكوير ويف جاي من الشركه بس ايش اللي خلاه اجبر انه يصير سكوير ويف؟ انه عندي هون هيفلي اندكتيف لود. اوكي ماشي. كل فاهم هذا كيف صار سكوير ويف؟ هو عاده الفولتج اللي شايل من الشركه شو شكله؟ ساينوسويدال. بس انا هون سحبت لانه عندي نان لينير لود سحبت سكوير ويف او كوازي سكوير ويف لانه في فترات هاي فترات وين الكرنت عماله بمر خلال الفتره هاي عماله بيعمل فري ويلينج في الدايت. ماشي اوكي.